ولكن الجيش السوداني فده المدعوم بتعني ان مصريا، المدعوم مصريا والمدعوم أم نعم الجيش السوداني المدعوم مصريا والمدعوم روسيا، وهذا التواصل بين الجيش المصري والجيش السوداني، هل خفي عنهم أنه جيش يتبع إلى حركة إسلامية؟ لا، هو طبعا هو الان في وضع يعني حساس جدا، ونحن لا بد من ان ندعم الجيش لكي يسترد سياده الدوله ويسترد الامن، ولان المواطن بيدفع الثمن، فالثمن لا بد ان يكون هناك دعم يعني للحل السلمي، ولكن هذا الحل السلمي يجب ان يكون يعني لصالح ان يكون هنالك جيش واحد ويعني ازاله كل ما هو ميليشيا او ما ليس له علاقه بالجيش. طيب، السلاح يكون في يد الجيش فقط، فيجب على المجتمع الدولي وعلى راس الامم المتحده والولايات المتحده الامريكيه التي ارسلت يعني مندوبا خاصا للسوشيال امبوي بيريل توم بيريل، عليها ان تركز في هذا الاتجاه، ان طيب. يجب ان يكون الحل إزالة كل أطراف الصراع، لأنه أنت عندك طرفي صراع، فلا بد من إبعادهم من العملية السياسية بعد وقف الطرف الحرب. الأول هو حميدتي، الطرف الثاني من؟ ما أنت عندك جهة سياسية يعني في الساحة السياسية ناشطة تريد أن تعود للسلطة بأي طريقة، يعني منذ الفترة الانتقالية هنالك جهة خطفت الثورة وفشلت لانه لم تستعين بالكفاءات المستغله، فلما كنت تصرف يعني انا اريد ان اذهب الى الاستاذ محمد عثمان، الحل اريد ان اذهب الى الاستاذ محمد عثمان. دعني اوضح هذه النقطه، انا في تقديري انه لو بدا بعد الثوره مباشره، من الثوره الشعبيه الناجحه التي ازالت نظام الطغيان، يعني لو كان بدا صح بأن تختار الكفاءات المستغلة. طيب أنا أريد أن أذهب إلى ناجحتين في ثورة 64 وفي يعني إبريل 1985، أنه في عام واحد تم تنظيم انتخابات. ليه؟ كيف نجحت؟ لأنه ذلك كفاءات مستغلة لا تتبع لهذا ولا ذاك من طيب. هذه الأطراف. طيب أنا أريد أن أذهب للأستاذ محمد عثمان، لكن أريد أن أسألك سؤال واحد. ونعطي الفرصة للكفاءات المستغلة، هم موجودين وكثر في السودان وخارج السودان، ولا ينتمون لاي حزب سياسي، هم من الشعب والدوله والوطن والاستقرار. طيب انا اريد ان اسالك سؤال واحد فقط، يعني استاذ محمد عثمان، انت تقول يجب ادانه طرفي الصراع، الطرف الاول حميدتي، الطرف المن الثاني من؟ اعطني اسما. معي انا؟ السؤال لي؟ اي نعم اي نعم. ادانه طرفي الصراع؟ الاول لا، حميدتي، الثاني من؟ لا، انا اتكلم مش في يعني الحرب الحاليه، انا بقصد طرفي الازمه اللي وصلتنا للحرب، انه عندك طرفين، الحركه الاسلاميه اللي فقدت السلطه، والطرف الثاني هو الحركه قوات اسف قوى الحريه والتغيير. تمام تمام. ولا يجب ابعاده من اي معادله سياسيه، تمام، وان يتاح الفرصة لكفاءات مستغلة بناء على أو استنادا إلى تجربتين سابقتين في السودان. تمام. نحن الحل سهل جدا، ولكن أنانية السياسة، أنانية السياسة هي التي تعقد الأزمة وتبعد الحل. تمام. وأنا أنا أنا أناشد البرهان، معلش آسف، الفريق الأول البرهان، أناشد من هنا من واقع من منصة الوطنية الخالصة المتجردة. لو تريد حقا، تريد مصلحة للشعب وللوطن واستقراره، عليك بأن تستعين بالكفاءات المستقلة، وهم موجودين وعندهم خطط واستراتيجيات لحل الأزمة الحالية ووضع الدولة أو إعادة الدولة لمسارها الصحيح، عندهم رؤى سياسية واستراتيجيات جاهزة. طيب. هذه المجموعة الصامتة ليس لها منبر وليس لها انتماء وليس لها صوت، فعليك أن تطلب وهم جاهزون. طيب نعم. دعني أنتقل إلى الأستاذ محمد عثمان بهذا السؤال.